الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل نهاية يونيو الجاري، لكن لم يعلن بعد عن التاريخ بالتحديد، وهنا تكمن المشكلة. فالبيت الأبيض لم يعتد على إبقاء موعد مثل هذه الزيارة مجهولا حتى الدقيقة 90، لذا فقد أثار هذا الكثير من التساؤلات والتحليلات في إسرائيل. لكن المراقبين يجمعون على أن الأزمات التي تمر بها الحكومة الإسرائيلية ورائحة الانتخابات القريبة هي السبب الأبرز. كما يعلم الكل أن الحكومة هذه حكومة مضعضعة، وكل يوم اثنين وخميس أو كل يوم اثنين وأربعة نرى مشاكل بين أعضاء الكنيست، بشكل خاص بكل ما يتعلق بالقائمة الموحدة. ولذلك هناك تردد من قبل الرئيس بايدن عدم التدخل في الأمور الداخلية الإسرائيلية. لكن محاولة الظهور بمظهر المحايد لا تعني حتما أن واشنطن بالفعل محايدة، فالإدارة الديمقراطية لا ترغب في عودة نتنياهو للحكم بالنظر لتوترات سابقة معه، وهي من جهة أخرى تحظى بتعاون جيد من قبل حكومة بنت حتى في القضايا الخلافية. لا شك أن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس بايدن هي أكثر تفهما وانسجاما مع حكومة بنت لابيد، لأن هذه الحكومة أعلنت أنها لا تريد مواجهة مع الإدارة الأمريكية في القضايا الخلافية التي يتم بحثها في الغرف المغلقة، بعكس عهد نتنياهو مع رئيس أوباما حول الملف النووي الإيراني. ثانيا، هذه الحكومة أعلنت بأنها لا تريد مفاجأة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بإيران. ومن المفترض أن تحسم الإدارة الأمريكية أمرها حيال هذه الزيارة في القريب العاجل، حيث يقوم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا بزيارة واشنطن للحصول على رد نهائي بهذا الشأن. الكثير من القضايا الخلافية بين الحكومة الإسرائيلية وبين واشنطن، بدءا بإيران وأوكرانيا وانتهاءا بالبناء بالمستوطنات. لكن حتى إزاء الخلافات فإن تعامل الطرفين يتم دون مواجهة علنية، وواشنطن راغبة في دعم حكومة بنت، لكن يعيقها احتمال إجراء انتخابات قريبا في إسرائيل. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.